طبعا آخر شيء في خيار مهم اللي إذا أنا ما أبي أعرض كل السلايدات، أشوف إني أعرض كل واحد بروح، إن هذا بروح وهذا ينعرض بروح، كل واحد ينعرض بروح. أقدر أضغط على كلمة كويت وأشوف طريقة عرض الشاشة، يعني وين يكون تركيز البوزيشن مالها. أشوف إنه يكون بالأمام ولا بالقلب، أدخل عليها بعدين أروح أنه يكون هني. أنا ما أبي أخلي هذا التركيز على الكويت فلاج مثلا، ونشوف التركيز الأساسي عليها. إذا بحط بلاي التركيز راح يكون على الكويت أفلام. طبعا عندنا الخيارات المعروفة اللي هي الكت والكوبي والبيست، يعني لو أضغط على السلايد أول واحد وأحط كوبي سوري كت، بعدين حاطة باست، راح يوصل راح يحط لي إياه أوتوماتيكلي بالخانة الأخيرة اللي هي آخر واحدة. أنا أقدر أتحكم هني وأردها وين ما كانت رقم 2. طبعا إذا ما في كت أبي كوبي واحدة ثانية، أحط كوبي وبيست من بعد يصير وراها، لأني أنا كنت ضغطة هني، بس إذا أبي خانة هني أضغط هني وأحط بيست راح يصير لي في المكان وأنا أتحكم فيه. مثلا إذا أنا أبي السلايد هني أحرك وأغير أماكنها. طبعا أنا ما أبي هذه، راح أحط لها ديليت. باك نحط بلاي ونشوف الحل. هذه الكويت اللي أنا اخترتها، طبعا عشان امسح السلايد اللي ما ابي احطك على بروبرتيز، اضغط هني للفارة اليمين نضع البروبرتيز واحط ديليت واحط يس. هذه عندنا زايدة بس اللي انا دخلتها، نفس الشيء احط بروبرتيز بروبرتيز ديليت يس، كذي ألغينا السلايدات اللي ما نحتاجها. ونفس الشيء أقدر أحرك أبي الريال آخر شيء، طريقة العرض إذا أبي أحط الريال يكون آخر شيء، وبعد الأماكن راح تتغير، راح أحط الصورة هني. إذا راح يصير العرض، العرض راح يتغير، راح يصير بالترتيب، أول شيء الكويت، بعدين الكويت فلاج، بعدين آخر شيء صورة الريال. وبكذي أكون غيرت الترتيب. أنا أقدر أشتغل أشتغل وأحط كل شيء أنا أبيه بالسلايدات، بعدين تحت أدخل بالخانة المستطيلة الطويلة اللي هي ترتيب الوقت والمدة والسلايدات، أقدر أتحكم كل واحد وين دخلته وطلعته. الطريقة تكون وايد ممتازة، تكون عن طريق هذا السؤال. طبعا هي طريقة حلوة إنك مثلا على الرسمة تسوين كوبي وبعدها تحطين باست في سوي طلع ورا بعض. إذا سويت البلاي راح نشوف إنهم يصيرون ورا بعض، وإذا بغير البروبرتيز مالها راح البروبرتيز راح نروح، إحنا خلينا الدرو والموف إن، نروح على المورف، نروح على المورف راح نشوف المورف إن كلير أيتم. شوف الفرق شلون راح يصير. مورف ان بالبلاي يصير المورف مشوش كذي، يكون شكله حلو لما يصير العرض من العادي الى المورف. طبعا نشوف العرض كامل عشان نشوف المورف الخيار الجديد اللي ما تطرقنا لها من قبل. هذا العادي
يصير مثل مشوش. هذا إذا أبي أحط فكرة شغلة أو عندي فكرة بوصلها بطريقة النص تكون ممتازة وايد ممتعة. طبعا تعلمنا على الفيديو سكرايب كيفية إدراج صورة ونص وخصائصهم والخلفية. هو برنامج سهل جدا وتقديم الأفكار بتقنية جديدة توصل معلومات بطريقة سلسة مثل ما قلنا بطريقة مشوقة. طبعا إذا أنا مضطرة إني أستخدم اللغة العربية وأكتب نصوص في اللغة العربية وأبي أعرض شغلة وأبي الفيديو سكرايب ما ببرنامج تاني، طبعا في الحالة نروح على الباوربوينت مثلا أكتب العربي الكويت، أتحكم خصائصا نبي بولد وأبي إتليك، اختار لونه أخضر مثلا، أبي مشوش في حركات text effects، نروح ضوء اختار لك ضوء. هالطريقة أقدر أحط رايت كليك عليه صورة كلمة نبي نحفظها. أضغط عشان أحددها وأحفظها كصورة save as picture، أحددها مني PNG عشان يصير من غير تحديد، أحفظها مثلاً my picture، أكتب أضغط my picture الكويت، أحط save، أرد حق VideoScribe. طبعا الحين هنا يانا VideoScribe وأبي أعرض آخر شيء الكلمة اللي هي كلمة الكويت أو أي نصوص أنا أحفظها. ما نروح طبعا النص لأن إحنا حفظناها على طريق صورة، نروح حق إدراج صورة، نروح حق الملف المطلوب اللي أنا وين حفظت الصورة فيه، أضغط عليه وأضغط على My Pictures فاني أنا حفظت الاسم الكويت. ندورها وإنما لقيت هاي الكويت، حط open، حطها بالطريقة اللي أنا أبيها، اختار هذه الصورة مثلا من غير تحديد وواضح وممتاز. طبعا أغير الخلفية إذا نشوف إن مو واضح أحط أبيض مثلا عشان أبين لي الكويت، فصار إني أدخل اللغة العربية وأتحكم فيها درو. إذا أبي هدرو راح أستخدم نفس ما قلنا البرش عشان طريقتها أو موف إن على طريق إيد والزوايا اللي راح تدخل منها أو المورف اللي راح يصير على طريق شخابيط مثل ما شفنا في المورف. حط بلاي انتر عليه، هدي أخذ وقت شوف البرو مثلا أكتب الكويت بس مو حلو بالبرش، فرح ناخده كطريقة رسمة هي الأفضل. نحط أوكي. طبعا بالنهاية انتهينا من شرح التوتوريال حق الفيديو سكرايب، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا بطريقة عرض الصور والنصوص والشارت
الخلفية الصوتية أو تسجيل الريكوردينج. وشكرا.